السلام عليكم بنات، كيفتما؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. رجعت لكم اليوم فيديو على القناه من الفيديوهات اللي كنتمنى دائما تكونوا كتستافدوا منها. ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالي السهله والبسيطه كيف ما تعودت معايا في تحضير الزيتون المشرمل، يعني واحد الطريقه بسيطه وتقليديه، والاهم انها كتجي لذيذه بزاف. هذه الطريقه ديال ماما الحبيبه اللي صراحه كنتمنىكم تعتمدوها لانها كتجي غزاله بزاف، وواحد الزيتون ما غاديش يتشبعوا منه خصوصا في الايام البارده، الايام ديال الشتاء، فكيجي مزيوم بزاف هكذا مع كاس ديال الشاي مشحار، غير هو بوحديته مع خبيزه ديال المقله اولا ديال الزرافه كيجي رائع. فكنتمنى ان شاء الله يكون فيديو مفيد كما العاده. وقبل ما نبدا الفيديو فكنتمنى تكونوا دوزتوا عطله سعيده مع الاحباب ديالكم، وبالاخص تكونوا صلتوا الرحم مع الاحبه والاخوان والاخوات والعائله، والاهم من هادشي كامل تكونوا شفتوا الوالدين ديالكم. ان شاء الله تكونوا دوزتوا اوقات مزيونه. الحمد لله واخيرا انا تمكنت انني نسافر المغرب، عليها كنت بعيد على 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 اليوتيوب، يعني شحال ما نزلت شي فيديو، ولكن كانت عندي ظروف وسافرت للمغرب. الحمد لله شفت ماما الحبيبه، شفت خوتي، شفت الاحبه ديالي، الحمد لله دوزت اوقات مزيونه، اللهم ديمها نعمه. كنشكر عليها الله سبحانه وتعالى لانني 3 سنين ما هوتش المغرب، وكانت ايام بالفعل غزاله بزاف، وان شاء الله نعاودوها في القريب العاجل. كنتمنىكم حتى نتوما تكونوا دوزتوا اوقات سعيده ان شاء الله. ونبداو الفيديو على بركه الله. بالنسبه للزيتون هنايا عندي زيتون جديد، يعني خصو يكون ديال الموسم الحالي باش كيكون لذيذ وكيكون المذاق ديالو مزيون، وملي كنضيفوا له هاد المكونات اللي غتشوفوها معايا كيجي لذيذ بزاف، وحتى المذاق ديالو كيكون مزيون. اهم حاجه تغسلوه وتستقطروه، يعني خصنا نتخلصوا من ديك الفائض اللي كيكون فيه، حيت هو كيكون مر، وملي كنغسلوه وكنستقطرو فهو كيتخلص من واحد الكميه ديال الماء اللي كتسحب لنا ديك المروره ديال الزيتون وكيجي لذيذ. هذاك الماء هذا كيتسمى المرجان، حتى هو عنده بزاف ديال الاستعمالات، ولكن حنا الغايه ديالنا اننا نشرملو الزيتون وما يكونش فيه الكميه كثيره ديال الماء، حتى انه ما كيخسرش مع الوقت وكيبقى مزيان، يعني اطول مده ممكنه. ومن بعد كتزيدوا له واحد الكميه ديال زيت الزيتون، يعني بحال اللي كدهنوه بها باش الزيتونه كتبقى هكذا اللون ديالها مزيون، ما كتجيش مضببه. اذا ما دهنتوهش بزيت الزيتون، كنتمنى الكاميرا تجي واضحه. كيف ما كتشوفوا معايا الزيتونه اللون ديالها هو هذاك مزيون بريانتي، يعني لامعه. الا ما عملتولوش زيت الزيتون وخليته هكذاك فهو كتشكل واحد الطبقه بحال الضبابه على الزيتون وما كيجيش مزيون. هذه ملاحظه مهمه نتمنى انكم تاخذوها بعين الاعتبار. كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نصور لكم غير كميه قليله، وبطبيعه الحال نتوما على حسب المتوفر وشحال ما كان عندكم ديال الزيتون فكتعملوا له نفس الطريقه، يعني غير فقط المكونات كتضعفوها فقط. عندي هنايا واحد الليمونه مرقده، هاد الليمون هذا سبق لي شاركت معكم الطريقه اللي صراحه طريقه ناجحه وغزال، وكل ما بقى كيجي معسل وكيجي بحال كونفيتور، يعني الا بقى واحد المده طويله كيجي بحال كونفيتور، ديك الليمون غزال بزاف. حتى هذا طلع من المغرب، حتى هذا ماما يعني رقدته بالطريقه ديالي صراحه، حتى هو جاها غزال مزيون بزاف. انا كنت قضالي وهي جبرته لا واجد فطلعت منه. وعندي هنايا واحد الكميه ديال الثوم، تقريبا واحد راس ديال الثوم، والاضافه الاخرى عندي هنايا الزعتر، هذا زعتر بلدي حتى هو طلعته من المغرب صراحه، الزعتر البلدي لا يعلى عليه. واخا هنايا الاوريغانو متواجد ومتوفر، ولكن هذا النكهه ديالو كنقولوا شي حاجه غزاله، شي حاجه مزيونه بزاف. حتى هذا كنوجه تحيه لخالتي الحبيبه، كنقول لها شكرا بزاف، نقاتو لي وعطاتو لي يعني على يد، يعني كنقولوا الزعتر على اليد. وعندي هنايا واحد الكميه ديال الكمون، تقريبا غنستعمل واحد الملعقه كبيره ديال الكمون، حتى هو بلدي ويعني منقي ومطحون، ما تشريوش الكيمون هكذاك معبور ومطحون وهذاك، لا نقيوه على يدكم باش كيجي سبحان الله المذاق ديالو مختلف. والاضافه اللي كنتمنى انكم تضيفوها كتعطي واحد النكهه غزاله بزاف لهذا الزيتون هي الزيت الحاره، هذه عدلتها لي ماما الحبيبه غزاله بزاف. الطريقه ديالها
سهله، كتعملوا الزيت يعني سواء زيت الزيتون او لا زيت المائده. بالحق انا كنفضل زيت الزيتون هكذا، الا بغيتوا تضيفوها مثلا البيصار او القطنيه بصفه عامه، للبقوليات، البقوله، الرجله، سبيناكا، هادشي كامل كيحتاج اللي كيتماشى معاه زيت الزيتون. كترقدوا فيها السوداني، السوداني بطبيعه الحال تكون مغسوله مزيان ومستقطره، يعني كتخليوها تنشف تماما، ما يكونش فيها يعني تماما الرائحه ديال الرطوبه. كتزولوا لها ديك بارتي فوقانيه ديالها، وكتعملوا لها غير كتشقوها شويه بالسكين باش ديك النكهه ديالها كتدخل في الزيت، وكتخليوها في الزيت اطول مده ممكنه يعني. وكتزيدوا لها الملح بطبيعه الحال، كما كنعرفوا كاملين الملح هو ماده حافظه، يعني اي حاجه ضفتوا لها الملح فكونوا متاكدين انها ما غاديش تخسر المذاق ديالها، ما كيتبدلش، وكتقدر تصبر اطول مده ممكنه. وبهذه الطريقه كتحصلوا على الزيت الحاره اللي صراحه كتعطي واحد النكهه غزاله بزاف من زيت الزيتون. ويمكن لكم تضيفوا لها مثلا الابزار حبوب هكذاك غرانوس يعني حبيبات، تقدروا تزيدوا كذلك القزبر حبوب، تقدروا تعملوا كذلك في صوص ديال الثوم هكذا في الكنينه هكذا، الزعتر كذلك، الزعتره، الوريقات ديال الراند، المهم اي اضافه واي مذاق اللي نتوما كتفضلوا. بحق ان هذا زيت الحار عندي عادي يعني، فقط فيه الزيت ومرقد فيه السوداني وشويه ديال الملح وصافي وبهكذاك. ولكن ردوا البال راه كيكون حار بزاف بزاف، خصوصا اذا الاطفال وهذيك يعني تردوا البال وصافي. بالنسبه للطريقه انا غادي نعمل واحد الطريقه، الحاجه اللي نقدر ننصحكم بها هو ان الثوم خصها تكون بوماد يعني معجونه، ما تخليوش الثوم طريفات. لهذا انا غادي نطحنها هنايا في الترموميكس، غادي نعمل هاد الفوطو ديال الثوم. هذه طريقه سهله وطبيعه الحال كل وحده تعمل الطريقه اللي كتجيها سهله. تقدروا تبشروا الليمون تبشروه في الحكاكه، اولا تقدروا تطحنوه غير في ديك اوندوس تريز، اولا اللي عنده شي غوبو هيدا شي روبو يكون كيطحن مزيان. انا غادي نعمل كل شيء هنايا في الترموميكس وغادي نطحنهم ومن بعد نرجع معكم ان شاء الله. وصافي من بعد ما طحنت الليمون والثوم غادي نعمل هنايا الكميه ديال الزعتر اللي عندي، تقريبا كيف ما قلت لكم عندي هنايا واحد ملعقه كبيره ديال الزعتر، كنحاولوا هكذا نحكوا بين يدنا رائحه غزاله ديال هذا الزعتر. وغادي نضيف المكونات كامله في يعني دفعه واحده. بالنسبه للكمون غادي نعمل واحد ملعقه كبيره كما كتشوفوا معايا، وبطبيعه الحال الا كانت عندكم كميه كثيره ديال الزيتون فهاد المكونات كتضعفوها، يعني كتعملوا عينكم ميزانكم. وكنعمل هنايا الزيت الحار كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نعمل غير تقريبا واحد ملعقه ديال الزيت الحار. وهنايا ديك الليمون والثوم اللي طحن شوفوا كيفاش رجع هكذا، خصو يرجع يعني، حاولوا ديك الثوم ما تبقاش حبيبات يعني، باش هكذا كتخلطنا مزيان مع الزيتون. وصافي في الاخير غادي نزيد الزيت، ضروري الزيت كتزيدوها دابا، ومن بعد ملي كتعبوها كتزيدوا شويه ديال الزيت في القنينات اللي غادي تعبوها، من الاحسن تكون ديال الزجاج، كتعرفوا بان الزجاج دائما كيحافظ على النكهات وما كيخليش النكهه ديال الاشياء يعني تبدل. وهنايا غادي نزيد نعمل زيت الزيتون وصافي. هذه هي الطريقه، طريقه سهله جدا كيف ما شفتوا معايا، كتحتاج شي تقنيات وكتوجد دغيا. غنعمل واحد الكميه زيت الزيتون وغادي نخلط بيدي وصافي. كنحاول نشرمل ونخلط كل شيء هكذا بيدي كيف ما تشوفوا معايا. انا استعملت القفازات لان الاشياء اللي كنكونوا غادي نحتفظوا بها مده طويله، فمن الاحسن اننا يعني نعملوا هكذا قفازات باش كنخليوها مزيانه صحيه وتصبر لنا اطول وقت ممكن. وصافي ملي غادي نخلط الزيتون ديالي مزيان وغنتاكد ان المكونات كامله انسجمت، شوفوا معايا كيفاش الشرموله منسجمه والقطع ديال الثوم ما بيناش. هذه هي الطريقه اللي عملنا، خلتنا يعني نستافدوا من المنافع ديال الثوم
وبلا ما نحسوا به في الفم ديالنا، خصوصا الاطفال كنعرفوا هما كيبغيوش الثوم. بهالطريقه غادي ياكلوها وغيستافدوا من المنافع الصحيه ديال الثوم اللي هو مضاد حيوي طبيعي، كنحتاجوه بزاف في فصل الشتاء اللي كتكون الامراض المتكرره والتهابات ديال الجهاز التنفسي. فهكذا نعطيو شي حاجه صحيه لوليداتنا، عملناها بحب اولا، وثانيا عرفنا المكونات اللي دخلت في هذا الزيتون. واي حاجه معدله في البيت كيف ما كنقول لكم دائما كتكون احسن بكثير من الحاجه اللي شريناها. وصافي حبيباتي، الزيتون ديالنا واجد وصباح صالح للاستهلاك. كل ما بقى مده اطول كل ما المكونات كتنسجم اكثر والمذاق ديالو كيجي مركز، وكذلك حتى المروره ما كيبقاش يمر وكيحلى مع الوقت. وانا متاكده اذا جربتوه بهذه الطريقه غادي يرجع معتمد عندكم ان شاء الله. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون كان خفيف ظريف على قلوبكم وتكونوا استفدتوا، هذه اهم حاجه بالنسبه لي تكون استفاده عامه ان شاء الله. ونتلقاكم فيديوهات مقبله ان شاء الله، بداية موسم دراسي جديد موفق للجميع. مع السلامة.